مدرسة أهل البيت. علم ثالث من أعلام مدرسة أهل البيت ما ورد في بحار الأنوار للعلامة المجلسي. طبعا أنا حاولت أن أنتخب من الكلمات بمختلف الأجنحة الفكرية والعقدية الموجودة في مدرسة أهل البيت، يعني بعضهم من الأصوليين، بعضهم من المفسرين، بعضهم من الأخباريين والمحدثين وهكذا. بحار الأنوار للعلم العلامة محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت لبنان، هناك في الجزء 22 صفحة 240 تحت عنوان تأريخ نبينا باب أحوال عائشة وصفحة، بعد أن ينقل قولا حفصة سمح سيد العلامة بل عائشة وحفصة ماذا قل نعم عفوا نعم. باب أحوال عائشة وحفصة، بعد أن ينقل قولا من بعض مفسري أو ما ورد في بعض كتب تفسير الشيعة، انظروا ماذا يقول. يقول فيه شناعة شديدة وغرابة عجيبة، نستبعد صدور مثله عن شيخنا علي ابن إبراهيم صاحب تفسير القمي، بل نظن قريبا أنه من زيادات غيره، لأنه واقعا هذا التفسير المعروف بتفسير القمي لم يثبت أن كل ما فيه منسوب ماذا إلى القمي، لأن التفسير الموجود ليس بتمامه منه قدس سره. ولذا هنا وقع النكتة أشير إليها للمشاهد الكريم، لابد أن يلتفت، لا يتبادر أن كل ما في تفسير القمي يمكن الاعتماد عليه، هناك موازين لابد للتمحيص، بل فيه زيادات كثيرة من غيره، فعلى أي هذه مقالة، يعني نسبة الفحشاء إلى أزواج الأنبياء أو إلى أزواج النبي، فعلى أي هذه مقالة يخالفها المسلمون بأجمعهم من الخاصة والعامة، وكلهم يقرون بقداسة أذيال أزواج النبي صلى الله عليه وآله. ولذا الآن مع الأسف الشديد أنا مو معي المصدر، يمكن للإخوة المشاهد الكريم أن يرجع إلى تفسير العلامة الآلوسي في هذه الآلة، يقول وما شاع أو نسب إلى الشيعة إلى الشيعة كلام عار عن الصحة. أحسنتم، أكثر من أهل السنة ينزل واقعا نعم. العلامة الآلوسي بودي أن المشاهد الكريم نعم. يرجع إلى ذيل هذه الآية، يقول بأنه ما نسب إليهم عار عن الصحة نعم. يقول يقرون بقداسة أذيال أزواج النبي مما ذكر، نعم بعضهم يعتقدون عصيان بعضهن لمخالفتها أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذا المعنى الذي أشرنا نعم. إليه فيما سبق. هذا الرجل لما أراد أن يرد علينا اكتفى بأن ينقل أقوالا لفلان وفلان من العلماء من المحقق أحسنتم مفسرين كذا، فمن بين ما نقل ما زعم أنه قول المجلسي رضوان الله تعالى عليه، أن المجلسي في البحار في تعليقه على الرواية التي تقول أن عائشة في طريق البصرة جاءها طلحة وقال لها لا يحل لك أن تخرجي بغير محرم، فزوجت نفسها من طلحة، يقول انظروا إلى تعليق المجلسي أنه يقول فيه شناعة شديدة وغرابة، ونستبعد صدور ذلك من شيخنا علي بن إبراهيم القمي، والتفسير الموجود ليس بتمامه منه، بعد أن ينقل قولا من بعض مفسري أو ما ورد في بعض كتب تفسير الشيعة، انظروا ماذا يقول. يقول فيه شناعة شديدة وغرابة عجيبة، نستبعد صدور مثله عن شيخنا علي ابن إبراهيم صاحب تفسير القمي، وهذا من زيادات غيره وإلى آخره. أخرج هذا على أساس أنه هذا قول المجلسي،
والحال أن هذا ليس قول المجلس وإنما هو قول عبد الرحيم الرباني الشيرازي محقق البحار. وأنا لما قرأت الرسالة تعجبت أنه يقع في مثل هذا الخطأ الفاحش، لأن قول المحقق موجود في الهامش، فتعمدت أن أرجع حتى أنظر جيدا إلى المقطع المرئي، وبالفعل رأيته يفتح الكتاب ويقرأ من الهامش ومع ذلك يزعم أنه هذا قول المجلسي. بحار الأنوار للعلم العلامة محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت لبنان، هناك في الجزء 22 صفحة 240 تحت عنوان تأريخ نبينا باب أحوال عائشة وصفحة، بعد أن ينقل قولا حفصة سمح سيد العلام بل عائشة وحفصة ماذا قلت؟ نعم عفوا نعم. باب أحوال عائشة وحفصة، بعد أن ينقل قولا من بعض مفسري أو ما ورد في بعض كتب تفسير الشيعة، انظروا ماذا يقول. يقول فيه شناعة شديدة وغرابة عجيبة، نستبعد صدور مثله عن شيخنا علي ابن إبراهيم صاحب تفسير القمي، نعم. بل نظن قريبا أنه من زيادات غيره، لأنه واقعا هذا التفسير المعروف بتفسير القمي، نعم. لم يثبت أن كل ما فيه منسوب ماذا إلى القمي، لأن التفسير الموجود ليس بتمامه منه قدس سره. ولذا هنا وقع النكتة أشير إليها للمشاهد الكريم، لابد أن يلتفت لا يتبادر أن كل ما في تفسير القمي يمكن الاعتماد عليه، هناك موازين لابد للتمحيص، بل فيه زيادات كثيرة من غيره. فعلى أي هذه مقالة، يعني نسبة الفحشاء إلى أزواج الأنبياء أو إلى أزواج النبي، فعلى أي هذه مقالة يخالفها المسلمون بأجمعهم من الخاصة والعامة وكلهم يقرون بقداسة أذيال أزواج النبي صلى الله عليه وآله. فواحد من أمرين ها هنا، إما أنه كان غافلا إلى أقصى حد، إذ لا يستطيع أن يميز ما بين المتن وما بين الهامش، والهامش كما هو معلوم يكون من المحققين والمهمشين، والمتن يكون من المؤلف، وإما أن يكون أنه مدلس يريد أن يوهم الناس هذا قول المجلسي. هذا ليس قول المجلسي، ليس قول العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وإنما قول المحقق. وإنما قول المجلسي تجدونه على ما أتذكر في موضعين، حينما يقول بيان، في إحدى هذين الموضعين هو يستبعد صدور هذه الفاحشة من عائشة في طريق البصرة، يقول ذلك بعيد عقلا وعرفا، مجرد استبعاد لا يقطع ويجزم كما قلت أنت بأنه هذا يستحيل حقيقة وواقعا، لا يمكن، يعني ينفي الإمكان، وإنما يقول بعيد عرفا عقلا
هكذا. وفي نفس الوقت هو يستدرك، ارجعوا إلى كلام المجلسي، مع الأسف ما جئت به أنا، هو يستدرك يقول: وإن كان في ضميره الخبيث، اللي هو طلحة، وإن كان في ضميره الخبيث لا يستبعد منه مثل ذلك، لأن طلحة من المعلوم أنه كان يعشق عائشة حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله، وكان يقول: أما والله لو مات محمد لأنكحن عائشة، كان يريد عائشة ابنة عمه. فكلام المجلس كان مجرد استبعاد، وفيه استدراك وفيه تردد فقط، هذا كان كلام المجلس، ولم يكن كلامه تعبيره عن الرواية بالشناعة، وبأنه هذه الرواية لا يمكن أن تكون من مرويات شيخنا علي بن إبراهيم القمي رضوان الله تعالى عليه، وتشكيكه في التفسير وما إلى ذلك، هذا من قول المحقق. فأنت نسبت قول المحقق إلى قول العلامة المجلسي، وهذا من التدليس أو لا أقل من الغفلة. وأية غفلة؟ يعني لا تستطيع وأنت أمام عينك تقرأ من الهامش وما تميز بين الهامش وبين المتن. وطبعا كلام العلامة المجلسي كما قلنا فيه نوع تردد، وإن كان يميل إلى الاستبعاد، لكن حين يقام الدليل على نفي هذا الاستبعاد فيثبت القول، تثبت الروايات، وهذا كما قلنا يفصل إن شاء الله تعالى في الكتاب المرتقب. وعلى أي حال المجلسي قوله قوله فقط، قول واحد من العلماء، هذا إن سلمنا أنه يمنع الأمر بتاتا، إن سلمنا ذلك، إلا أنه في المحصلة بالنتيجة هو قول واحد من العلماء. وكم من قول للعلماء نحن نرده؟ أصلا هذه هي سمة الحوزات العلمية والمحافل العلمية، أننا نأخذ حتى أقوال الأكابر والعظماء من العلماء ونشرحها إنجاز التعبير، ونعيد النظر فيها ونعيد التدقيق فيها. فكم من قول نرده للأعاظم والأعاظم لأن الدليل قام على خلاف أقواله. ليس من العلمية في شيء أن يكون أسلوبك أسلوب النسخ واللصق، copy paste، تأتي لكي ترد علي في طرح علمي أنا أطرحه وأستدل عليه بالكتاب والسنة بالروايات والآثار والحجج العقلية والمباني العلمية، تأتي لكي ترد علي بأنه قال فلان وقال فلان وقال فلان. إذا كان الأمر هكذا، إذن على العلم والعلماء والتحقيق العلمي السلام، يكفي أنه تأتيني بقول قال المفسر الفلاني في كتابه أنه هذا لا يمكن، خلاص هذا هو. شنو هو المفسر؟ حجة الله، معصوم، هو يفسر بنحو وأنا أفسر بنحو آخر، هو يعتمد على مقول ابن عباس ما بغت امرأة نبيا قط، وأنا لا أعتمد على هذا المقول، أنا أرفضه، هذا أثر لا اعتبار له عندي. فينبغي أن ينتقل النقاش إلى أنه أي المسلكين صحيح، أي الرأيين صحيح، هل الرأي الذي يقول باعتبار قول ابن عباس، أم الرأي الذي لا يقول باعتبار قول ابن عباس، أي الطرفين أقرب إلى الحق؟ فينتقل النقاش إلى بحث رجالي، إلى بحث أصولي، إلى بحث روائي درائي، وهكذا. هذا ما ينبغي أن يكون. أما أنه تكتفي في الرد علي بأنه قال فلان، ومن يكون فلان؟ يأتيني بقول العلامة الطباطبائي عنده، ماذا أصنع به؟ يأتيني بقول الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، شيخ الطائفة، أيضا ماذا أصنع به؟
شيخ الطائفة يقول أنه ليس هذا مضمون كلامه، ليس هذا قولا لمحصل. القول بأن ابن نوح عليه السلام كان ابنا من الزنا يقول ليس هذا قولا لمحصل. أنا لا أقول أن ابن نوح هو من الزنا، لا أقول. صار خلط هنا في الأوراق. أنا أقول أن الزنا غير ممتنع على أزواج الأنبياء بعد وفاتهم، بعد استشهادهم، بعد رحيلهم عن دار الدنيا، وهذا قول يوافق قول آل محمد عليهم السلام، إذ ورد في رواية معتبرة عندنا: ما من شيء إلا وعصي الله فيه حتى لقد نكحوا أزواج رسول الله من بعده. في الكافي الشريف عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، معتبرة، نعم، على مبانينا معتبرة. اللهم صل على محمد.